ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي السوري السيد ياسر النجار. أستاذ ياسر، مرحبا بك. وزارة الدفاع الروسية تعترف بإسقاط طائرة لها بريف إدلب ومقتل الطيار، طبعا هذه المنطقة هي مشمولة بخفض التصعيد، ماذا يعني ذلك برأيك؟ مساء الخير. يعني الكلام كما ذكرتم في تقريركم، روسيا لا تزال تستهدف المدنيين، تدمر البنى التحتية، تخرج المشافي عن الخدمة. استهدافها لمناطق ضمن مناطق خفض التصعيد يعني لي أن روسيا نفسها تريد أن تقول أنه لا يوجد حقيقة لما يسمى بمناطق خفض التصعيد. طبعا كما تعلمون وفق القرارات الدولية التي شاركت روسيا في صياغتها، أنا أتكلم عن القرارات 218 و2254، كان هناك خصوصية وقف إطلاق النار. استطاعت روسيا أن تخرج هذا القرار عن مضمونه وأصبح ما يسمى بقرار خفض التصعيد أو مناطق خفض التصعيد. الآن روسيا تمارس أعمال عسكرية، تمارس عملية تهجير قسري في مناطق خفض التصعيد، أنا أتكلم في الشمال والجنوب والوسط، وخصوصا في الفترة الأخيرة خلال الأشهر القليلة الماضية كان تركيزها على مناطق الشرق محافظة إدلب وجنوب وشمال شرق محافظة حماة. إذا روسيا عندما تستهدف المدنية عبر طائرتها سوخوي التي هي تفترض أنها طائرة قتالية بامتياز ومدرعة، ويستطيع الثوار على الأرض أن يسقطوا هذه الطائرة، يعني لي رسالتين. الرسالة الأولى أن روسيا ماضية في سياسة استهداف المعركة يعني للمدنيين، وأن المدنيين مصرون على إنجاز ثورتهم. ولكن ما مدى أهمية مناطق خفض التصعيد بالنسبة للحل في سوريا؟ مناطق خفض التصعيد عندما نقول أن روسيا هي ضامن أساسي من خلالها، وروسيا هي نفسها من تنتهك هذه المناطق، يعني أن روسيا تقول أنه يجب أن يكون في هذه المناطق هيمنة وإذعان للمواطن السوري لمصلحة روسيا. روسيا التي أرادت أن تستأثر بالحل السياسي كما يحدث لها في سوتشي وفشلت، وبالتالي هي ستنتقم من المواطنين على الأرض من خلال استهدافها بالطائرات القتالية. طيب، إلى أي نقطة يريد النظام وحليفه روسيا الوصول إليها ميدانيا؟ عمليا النظام لن ترى وجوده حقيقي وفاعل على المستوى الميداني، ولكن الطيران الروسي الذي يحرق الأخضر واليابس هو أن يريد أن يقول أن هناك سياسة عقاب جماعي بعد فشل روسيا من سوتشي. روسيا تعلم أن معركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول هي معركة نفوذ على المناطق، وآخر ما يهمها هو المواطن السوري على الأرض. وبالتالي المواطن السوري يجد نفسه الآن في الخندق منفردا، ويرى أن مسيرة ثورته انطلقت بدون أي دعم لأي دولة كانت، وسيستمر في ثورته حتى وإن كان هناك تجاذب ما بين القوى الإقليمية والدولية على أراضيه على الأرض. هذا التوغل ينتج عنه حالة من النزوح للمدنيين كما حدث في الماضي، يعني لا سيما أن هناك ملاذ آمن لهم في ظل إغلاق الحدود. برأيك أستاذ، هل هذه ربما هي محاولة من النظام وحليفه الروسي للضغط على تركيا مثل ما يرى البعض؟ يعني عمليا منذ فترة شهر أو أقل من ذلك بقليل كان هناك نزوح كبير جدا على مستوى الحدود، الشريط الحدودي. المشكلة الآن أنه لم يعد يوجد مناطق تتسع للنازحين الجدد في مناطق الحدودية، وبالتالي اضطروا أن يدخلوا إلى العمق. نحن في مدينة إدلب لدينا مشكلة أنه اليوم يوجد لدينا نازحين يفترشون الطرقات ولا يوجد لديهم سقف يظلهم. فتحت المساجد وأغلقت المدارس على الطلاب وفتحت للنازحين، وأيضا هناك تواجد يعني في الأراضي الزراعية. أنا بتصوري كل هذه المعادلة تصل بحل أن روسيا لا يعنيها عمليا الضغط من خلال الضغط على الشريط الحدودي، ولكن المواطن السوري هو الذي يدفع الثمن. السوريين لا يجدون ضدا امام اغلاق الحدود السوريه التركيه في نهايه المطاف الى يعني اختراق هذه الحدود، وبالتالي نحن نتكلم عن موجه نزوح جديده كما حصل في السابق قد تصل الى الدول الاوروبيه، وكل هذا ورقه ضغط ايضا من الجانب الروسي. هل تتوقع ربما ان تستمر هذه الخروقات من قبل النظام وروسيا؟ يعني بتصور روسيا ارادت يعني ان تقول ان الحل السياسي غير منجز ولن يستمر أو لن يكون هناك أمد واضح بالأفق، والولايات المتحدة الأمريكية كراعي لعملية المفاوضات في جنيف أيضا غير مهتمة في أن يكون هناك حل متبلور، على حساب الغياب الولايات المتحدة الأمريكية والمحاولات الروسية لإذعان
المواطن السوري أجد أن المعركة مستمرة والثورة مستمرة، وبالتالي سيكون هناك استنزاف أكثر على المستوى المدني وعلى مستوى البناء التحتي. شكرا جزيلا لك من اسطنبول المحلل السياسي السوري السيد ياسر النجار، شكرا جزيلا لك.